بغيت نخدم عندكم. عقل واحد دار وشافوا بقيتي ضحك ضحكوا وشافوا فيا ضحكوا. عقل واحد طلياني سميتو انطوني كاشيلا جاب لي بوين دو بيتزا باش يخلصني. هذه خدمه بسيطه صالير مينيموم واخا هكاك ما كانوش قبلوني الناس. كيفاش كانوا كيشوفوا فيا بطريقه اخرى؟ كانوا كيشوفوا فيا بحال قلتي عروبي. حيت بالنسبه ليهم انا كبر 16 عام في المغرب. السلام عليكم، سميتي سعد سكيوت انتربرونور وهذه سكسيس ستوري ديالي على مرسول. زاديت في المغرب، مشيت لكندا على 15-16 عام، يعني بحال لي عاد زاديت، جو شونج دو في، الحياة ديالي تبدلات، بان لي عالم اخر، شنو هو العقلية هنا، الناس كيفاش كانوا كيشوفوا فيا بطريقة أخرى، كانوا كيشوفوا فيا بحال إلا قلتي عروبي، حيت بالنسبة ليهم أنا كبير 16 عام في المغرب، يعني هما غيشوفوا بك بغيتي ولا ما بغيتيش يشوفوا بك بشوفة احتقار، قد يضحكوا عليك، العقل مشيت مع خويا صغير، عندي خويا صغير، مشيت معاه أول بلاصة البيسين بوبليك، الناس عرفوني بأنني ما كابرش هنا. كنت بلونجيت واقيلا واحد البلاصه وجا ما كانش عندي الحق، والناس ديريكتوم بقاو يضحكوا، فهموا بانه جاو مشاو تيجوا تيهضروا معايا. مي انا كانت صحابي كيبغيوني، مي سي با سا في الحقيقه، هما كانوا تيضحكوا عليا دان سونس، مي ماشي كلهم، كانوا الناس اللي كيبغوني بصح، مي الاغلبيه غيشوفوا فيك بحال شي عروبي كيضحكوا عليك. سام ديرونجي با، في واحد الطبيعه ما كنت عمرني ما تنطلب الوالد ديال الفلوس، وراكم عارفين ما كناش حنا في المغرب الناس اللي عندهم بزاف فلوس، كان خصني ندير فلوسي لراسي. بديت تنفكر شنو كنعرف ندير. انا كنت عارف ندير الحلاقه حيت عندي عائلتي كلهم كوافيره في المغرب، علموني من الصغر. ملي كنت صغير كنت ندوز الشطابه، مره كيعطوني نحسن، علموني الحرفه كتبقى في اليد، قالوا لي واحد النهار غادي تفهم. ما كنتش ناخذ الفلوس، ما علمتني حاجه وحده، علمتني الصنعه والصبر. عندي الحرفه ولكن ماشي خصك غير الحرفه باش تنجح في حاجه، خصك المعارف. معرف 40% ديال النجاح. كيفاش غنلقى الكليان؟ لا فرونسي لا انجلي، عارف مزيان الدارجه وكنت نتادابط معاهم، كيفاش ندير صحاب، كيفاش ومازال صغير والناس كيفاش يديروا فيا كونفيونس. لو كانت صعيبه شويه، كنت نطلب الناس الا بغاو يجيو يحسنوا معايا كانوا اللي ما تيديوهاش فيا. شفت الناس شنو تيديروا هنا، دراري صغار كانوا تيمشيو يخدموا في خدمات، كاين اللي تيمشي يخدم في ماكدونالد، كاين اللي تيخدم في تيم هوتيل، خاصي لو بلو با ابسط خدمه ممكنه. قلت غندير بحالهم، مشيت درت سي في، والله درت واقيلا سي في ما عرفتش شحال من ورقه ديبوزيت، كل تيم كل ميكد كل ديبانور اي بلاصه حطيت فيها السي في ديالي. اللي تندخل عنده تيقول لي دابا نعيطوا لك. هذه خدمه بسيطه صالير مينيموم، ماشي مشكل، كاينه شي حاجه احسن اللي جايه. عندي غير الحلاقه اللي في يدي خصني نديرها. بديت نحسن خويا الصغير، بديت في خويا هو اللي غيدير لي الاشهار، يعني الناس ملي غيشوفوه غيقولوا شكون حسن لك. ملي شفت الناس بداو تيسولوه شكون حسن له تيقول لهم خويا، تيجيو عندي. سولت نحسن حتى راسي، تاخذ لي ساعتين ثلاثه السوايع باش نحسن راسي. اصلا ما كانش عندي وسيله الفلوس باش نمشي عند الحلاق، خلاها ما نساش. واحد السيد سميتو فيصل كان صاحب الوالد، هو اللي عطاني طوندوز، عمري ما ننساه. ليليمون ديكلونشور هو ملي بدات القرايه، يعني خويا غيمشي لمدراسته وانا غنمشي لمدراستي، شكون حسن لك شكون حسن لك. الناس كانوا تيسولوا تيجيو عندي، بداو تيجيو عندي. كنت بديت نحسن الطواليت ديالي، كنت بديت ب 5 دولار في ديك الوقيته، كانت تحسينها ب 20 وقيلا، وانا كنت ندير ب 5، يعني فرق كبير. لا 15 دولار لي جون ما عندهمش الفلوس بالضروره غيجيو عندي. اول سميه ديالتي مستر تشاس، تشاس هي بحال اللي قلتي تحسين هنا، كنت سميت راسي مستر تشاس. بديت الناس تيجيو عندي في الطواليت، الوالده ديالي مسكينه ديما تجيب لهم اتاي، تجيب لهم فقاس، توجد لهم هما مولفينش، تيجيو ما تيفهموش، يقولوا كيفاش، وتيشوفوا الجو. الوالده والله شحال من براد كانت تدير في النار اللي تيدخل. انا كنت نحط لهم في الطواليت، كنا في واحد البارتمان صغيوره، كنت نجيب الكرسي ديال الكوزينه كنحطو في الطواليت، جبت واحد المرايه صغيره كنت شريتها من دولار ما حطيتها وبديت نحسن. كانوا شي ناس الله يرضى عليهم تعطيوني 5 دولار ديالي، وكاين شي ناس يجيبوا لي 2 جوج دولار 3 دولار تيقولوا لي طاحت لي الفلوس. مي انا ما كانش عندي مشكل باسكو مون بو سي غاني بلوس دو بوبليسيتي. صبرت، كاين اللي تيجيب عقل واحد طلياني سميتو انطوني كاشيلا جاب لي بوين دو بيتزا باش يخلصني. لقيت واحد الصالون 200 متر فين كنت ساكن، عقل كانت عندي واحد السروال الكاطمه سبرديله ديال الوالد، حليت الباب لقيتهم جالسين شافوا فيا، شفت فيهم بقاو شايفين وانا تنشوف واحد المده ديال كلكو سكون. قلت لهم بغيت نخدم عندكم. عقل واحد دار وشافوا بقيت يضحك ضحكوا وشافوا فيا ضحكوا، قالوا لي عندك سيفي؟ قلت لهم واه، قالوا لي حط السيفي دابا نعيطولك. هكا قالوها لي، ما عرفت مولف انا بديك دابا نعيطولك. قلت اوكي حطيت السيفي ومشيت، عرفت هما غيعيطوليش. كملت الخدمه ما بحبس، القضيه بدات تتوسع عندي، الناس بداو تيعجبهم الحسنه وكتزاد. الطواليت اللي كنت انا فيها ما بقاش طواليت، وليت رديتها في بيتي. البيت اللي كنت فيه كنت خام عاقل، خرجت ناموسيه ومشيت لصقتها حدا الصالون وبديت تندير تما، حيت ولاو الناس كيجيو بزاف. طلعت الثمن ديالي 7 دولار بديت غادي هكا، الناس بداو تيعجبهم. الوالده البرار داتاي ديما. درت عام باش كنت في كندا، رجعت للمغرب. منين رجعت للمغرب لمده ديال شهر، الكليان ديالي ما عندهمش اللي يحس ليهم، غيمشيو لاقرب كوافور. شكون هو اقرب كوافور؟
هذاك الصالون اللي كان كان قالوا لي ياسر بحال هما الكليه اللي كان يقلب عليه ما كانش يلقاهم. سولوهم قال لهم فين كنتو نتوما بشحال هذه؟ قال لهم كنا كنحسنوا انسعد. قالوا له ورينا الصور تاع سعد هذا، دخلوا لاباج ديالي مستر تشاز وراهم. قالوا لهم اوه هذا فايت جاتنا وما قبلناش، صيفطوا لي ديريكتومون في ميساج في انستغرام. كنت في المغرب صيفطوا لي وكنت وريت لخالي، حيت خالي كوافر في المغرب سميتو منير، صلوا السلام، وريت له ميساج وتا هو كان فرح ليا بانني غنخدم في اول مره في صالون بروفيسيونيل كبير، كان بالنسبه لي كان حلم. وانا صغير بديت الخدمه معاهم، الثمن طلع 15 دولار. بديت نخدم معاهم في داك الصالون، رسحت لمدرسه اخرى، وهاد المدرسه هي اكبر مدرسه في لافال. تقريبا كل مدرسه كانت تحسن معايا، الصالون كان تيدير هكا بالناس. ما كانش الحقيقه ما كانش عجبني الحال تما، حيت هما الطريقه باش كانوا تيعاملوني شويه ناقصه، حيت كنت ديما ما عنديش الحريه ديالتي وما مرتاحش مزيان. واخا هكاك ما حبش يدي كما قلت لك ديما، وبقيت نقول غتكون شي حاجه مزيانه جايه. كملت الخدمه، خدمت عامين، من بعد العامين حليت اول صالون ليا. كان عندي في ديك الوقيته 18 عام، الناس كاملين اللي كانوا في داك الصالون جاو كلهم لعندي، وليت نحسن ليهم. عندي خويا صغير علمته الحسنه، ولا تيحسن حتى هو، ولا تيعاوني لي لونطورا ديال كلهم، ولا عندي خدامه في داك الصالون. عقل داك الصالون كنت تنبيع فيه كل شيء، اي حاجه تخيلات كنت نحسن تنبيع فيه، لي تشيبس لي بواسون الحوايج، اي حاجه طاحت لك في بالك كنت تنبيعها. بديت غادي خدمت 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 بالنسبه وقع لها شي عام ولا عامين، والقضيه بدات تتحسن لي اكثر. ومن ثم بديت كنحل الصالونات اخرين، بديت حليت واحد هنا في بيوفور، حليت بلايص اخرين، ولات السميه ديالتي كتعرف اكثر، وليت نحسن لي جوار ديال امباكت، وليت نحسن لي غران ارتيست، وليت نتلاقى بالناس او غادي كاريبريزونتي كندا في الحسانه اللي كان لي كومبيتيسيون كونتر لي ايتازوني. وصلت لواحد النيفو اللي ما بقيتش نحسن في الصالون، وليت نحسن الناس. سا كومونسي 150 دولار 150 دولار تحسينه، تعقلوا كنت بديت 5 دولار وصلت 150 دولار. حتى لواحد الوقيته حبست حسنه، ما بقيتش نحسن، وليت نعطي غير الدروس بلوس. القضيه بدات تتمدي تندخل في دوطخ دومين من غير الحسنه، بلان دوطخ دومين اللي ولاو تيجيبوا لي اكثر الفلوس. واحد النهار شنو كيطرا؟ كورونا فيروس. احسن فتره بالنسبه لي كورونا فيروس هلكات بزاف ديال لي بيزنس. باغمي هاد لي بيزنس اول صالون غنخدم فيه، وهاد الصالون هذا كان تيعني ليا بزاف. شفتو بانه دار فايت، ما ترددتش، الثمن اللي طلب لي عطيتو. سا سي لو بروميير صالون او جو ترافاي، جيت ان امبلوي دون. الحمد لله aujourd'hui ça nous appartient. Tout est possible les amis. Et c'est ça. On va arranger la pancarte. Mais ça, c'est pas pour vous vanter, mais c'est juste pour vous montrer que tout est possible et que la route tourne. ماشي بالنسبه ليا هذاك بغيتو باش ندخل فيه، نو ممكن واخا ما ندخل فيه حتى شي ريال، مي بغيت ناخذو هكا جوست باش قلبي يرتاح. مو السيفي جيت عندو، جيت عندو قلت له اجي هذا طن، خديته مرتاح دابا. اول كل مره تندخل له كتجيني واحد الفرحه. هذيك العقده اللي كانت عندي شريتها وحطيتها حدايا. بزاف الناس ما فهموش علاش شريتها، ومي هذه حاجه شخصيه ليا، شريتها ودرت فيها الناس، وهاد الناس هادو عاقل عليها كل واحد فيهم. كنتصرف معاهم بحال الا هم خوتي، عمري ما تصرفت على شي واحد بحال الا هم خدامين عندي، وعندي مغاربه اللي اتجاو حيت عارف كيفاش كنت انا كنحس، وهما بحال خوتي، وكان كنرحب بهم، كندير لهم احسن الحوايج اللي نقدر ندير لهم. واللي بغيت نقول هو هادشي كله شنو هو؟ الصبر والخدمه والايماجيناسيون، تفكر كبير، عمرك ما تحدد الحدود، كل شيء ممكن. الحاجه الوحيده اللي غتدير لك الحدود هما الناس اللي كيكونوا حداك يقدوا يبطلوك، وانت تقدر تخرج على راسك كيفاش. الا ما ثقتيش في راسك خاص تكون عندك الثقه وتخدم مزيان وتشوف كبير وكل شيء ممكن. انا واصل عندي 24 مرحله، انا راني في المرحله الثالثه، باقي كتسناني 21 مرحله في الدومان ديالي، وان شاء الله هادشي كله بقدره ربي سبحانه وتعالى، بلا به ما نقدر ندير والو. ان شاء الله اللي غيجي احسن من اللي فات. واللي بغيت نقول هو بزاف الناس كيبغيو يمشيو في الحرام، حيت بالنسبه لهم قريب وسهل، وما عارفينش باللي الحوايج ساهلين بحال هكا تتمشي تيمشيو لك ساهلين، عاوتاني كيما ربحتيهم ساهلين غادي يمشيو لك ساهلين وما فيهمش البركه. طريق الحلال طريق صعيبه، مي طريق سور، طريق ديال الحرام ما كتجيب الوالو، وغادي تسالي غير مع المشاكل، وكتجيب لك غير المشاكل في الطريق.